مين الأخ ده؟ ده حسام المصري بتاع إيه؟ اللي بعته فتح بيه. بتاع إيه فتح بيه ده؟ رئيس اتحاد ألعاب القوة. افتكرت. أيوة يا حبيبي، بتلعب إيه؟ أنا بلعب وثب طويل. وثب طويل؟ هو واقف هنا بيرجع لورا يجري لغاية هنا وينط له كام متر كده. وزي ما تقطع بقى ينط 15 16 متر يقيسه ويديله الدرجة. أستاذ ورئيس قسم. أصل أنا بقى مخ رياضي قوي. أنا كنت في أمريكا ورحت أتفرج على ماتش اسمه الراجبي، لقيت لعيبة ماسكة عصيان وبيجروا على بعض وبيضربوا بعض ويتشقلبوا على بعض. في الأول قلت ده شغب ملاعب، اتضح إنها اللعبة الشعبية عندكم. طلباتك إيه؟ أنا ماليش طلبات يا عبد اللطيف. إيه؟ أنا أصل والدي يبقى كابتن حمدي المصري. بتاع إيه؟ ده بطل مصر السابق في الوثب العالي بالزانة. الوثب العالي بالزانة؟ الوثب العالي بالزانة اللي هي العصاية الطويلة دي وبيجري وحاططها في الأرض ونطت فوق. عارفها عارفها. إيه يا ابني حكايات؟ أنتوا عيلة غاوية نط ولا إيه؟ طلباتك إيه؟ أصل أنا والدي كان اتصاب وهو بيتمرن، وبعيد عن سيادتك يعني جاله شلل. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني عايز كرسي؟ عندنا كراسي؟ كراسي كتير يا باشا. لا لا أنا ما مش عايز كرسي ولا حاجة. أصله في دكتور في ألمانيا كان شافه وقال إن هو ممكن يعمل عملية ويرجع يمشي تاني. والعملية دي هتتكلف كام؟ هتتكلف 450 ألف جنيه، ده غير تكاليف الإقامة والسفر. لا حول ولا قوة إلا بالله، كفاية يا ابني الأحسن أنا قلبي رهيف ودمعتي قريبة. اتفضل. دول 1500 جنيه. لف لك لفة على رجال الأعمال وكل واحد يديك اللي في نيته وأنت ونصيبك. كتر خيرك. هو ده ليه الواد ده؟ ده جزائي ان انا عايز اساعده؟ صحيح خير ان تفعل شر ان تفعل. بقول لك ايه؟ ما تدخليش حد تاني من العاب القوه دي خالص. انت قلت لي كان بيلعب ايه؟ وثب طويل. اتنيل على عينه، ده باين عليه خايف. انا هرشته من مشيئته. استاذ ورئيس قسم. 2009 ولا هتفضل محفوره في ذاكره الناس على مستوياتها العادية وليس على المستوى السياسي. في البيوت العادية تحول مرض بسيط جدا في جميع أنحاء العالم إلى هاجس أكبر في حياتنا اللي هو إنفلونزا الخنازير. أحداث زي ما كنا بنتكلم دلوقتي. تحول حلم الوصول لكأس العالم لحلم قومي. بابا مهم في جميع أنحاء العالم كبيرة جدا. أبو الكبات. أيوة يا حبيبي. يلا ندخل الأوضة عشان تنام. ماشي. يلا يلا. لمس كل اعراض 2009 ازاي ونرجع نسال عنها الدكتور احمد. في الدنيا زمان كنت انا اللي بشيلك، دلوقتي انت اللي بتشيلني يا حبيبي. طول عمرك شايلني يا ابو كباتن. عايز حاجه مني قبل ما انام؟ ربنا ما يحرمنيش منك. تصبح على خير. وانت من اهل حبيبي. طول عمري وانا بحب الرياضه. انا كنت رياضي قديم علشان كده لما كبرت قلت اساعد الرياضه والرياضيين اللي بيرفعوا اسم مصر لفوق. عشان كده اعتبروني الاب الروحي للرياضه في مصر. بس عبد اللطيف بيه، يعني بعض النقاد بيقولوا ان اهتماماتك في كره القدم بس واهتماماتك ببقيه الالعاب شبه منعدمه. لا لا الكلام ده فيه مغالطه. مفيش بطوله ولا نصر يجي لمصر إلا وأنا بدعمه. جميع الألعاب، عندك الجودو، الكاراتيه، الفولي، الباسكت، السلة. بس حضرتك معلوماتنا إن الباسكت هو السلة.
طب يا سيدي عندك كابتن اهو رئيس اتحاد الالعاب والقوة، عنده ظروف لاعب كده، عنده ظروف خاصة بيلعب في لعبة لعبة ايه يا ابو الكباتن؟ بيلعب في الوثب الطويل يا عبد اللطيف بيه. اه في الوثب الطويل. جالي الولد ده وقعد قدامي وحكى لي على ظروفه. اتضح ان والده عايز يعمل عملية في المانيا. قلت له تتكلف كام يا ولد؟ قال لي كذا. قمت عامل له شيك على طول وبدهور. امال ايه؟ لازم نقف جنب الابطال بتوعنا وما نتخلاش عنهم ابدا. ربنا يبارك لك يا عبد اللطيف بيه. وغيره وغيره وغيره. ما استحق ان يعيش من يولد لنفسه فقط. ومعانا اتصال تليفوني. الو انا احمد حجازي من الوراق. مساء الخير يا استاذ احمد، اتفضل. انا عايز اقول كلمه حق بس يا ريت تديني فرصتي. الراجل ده عبد اللطيف بيه انا لا اعرفه ولا عمري شفته ولا عايز منه حاجه ولا ليه مصلحه. الراجل ده عمل للرياضه وللرياضيين اللي محدش عمله. الراجل ده بقى فاتح بيوت ناس غلابه كتير محدش حاسس بيهم ولا معبرهم. كفايه من فضلك ما تضيعش الثواب بقى. لا سيبني اتكلم. انا لو قعدت احكي من هنا للصبح مش هوفيك حقك يا استاذ. انت راجل ولا كل الرجال؟ انت المفروض يتعمل لك تمثال ويكتر من امثالك يا استاذ. كفايه من فضلك اقطع الخط عليك، كفايه كده قوي. اذا كنت انا ساعدت حد والحد اللي انا ساعده ده يسعد 85 مليون مواطن مصري، ما فيهاش حاجه ما تستاهلش اي حاجه. شكرا استاذ احمد. وناخد بقى اتصال هاتفي تاني. انا حسام المصري بطل بطوله العالم العسكريه للوثب الطويل، وانا متصل مخصوص عشان اقول لكم كفايه كدب بقى، كفايه ضحك على عقول الناس. الراجل اللي قاعد قدامك ده وعمالين تطبلوا له ومطلعينه السما راجل حقير وكذاب. احب افكرك بنفسي، انا لاعب الوثب الطويل اللي جيت لك المكتب النهارده، اللي رئيس الاتحاد كان بعتني ليك، وعملتني كاني شحات جاي اخد منك حسنه، وما اديتنيش اي حاجه. وانا اصلا ما كنتش طالب حاجه لنفسي، انا كنت رايح له عشان اطلب منه يساهم في عمليه لازم تتعمل لابويا كابتن حمدي المصري بطل مصر السابق. العملية اللي لازم يعملها عشان يقدر يرجع يمشي على رجليه تاني. ثانية واحدة يا كابتن حسام. ده كذاب. ده انسان مدسوس حد ده فعله فلوس عشان يشوحني قدام الناس دي كلها. كذاب. صفيق. ازاي الواد ده دخل بلادك؟ ليه سبتوه يتكلم؟ يا باشا انا بعد ما كلمتك سبت الكنترول ونزلت عشان اشوف الكلام عجبك ولا لا؟ بلا عجب دي ملانينك، فين المعد؟ فين المخرج؟ يا عبد اللطيف ايه؟ الولد اتصل وقال انه مدين ليك بجميل وعايز يشكرك على الهوا، احنا قلنا نعمل له مفاجأة حلوة لسعادتك، ما كناش نعرف انه قابض فلوس عشان يشتمني، انه قابض فلوس عشان يشوه صورتي قدام الناس، ده تهريج. يا عبد اللطيف ايه؟ انت حسام المصري؟ ايوه انا حسام. طب تعالى عايزينك. ما مين دول اللي عايزيني؟ هنقف من السمر على الباب. في ايه؟ تقعد عامل لي جريء قوي وتتطول على سيادك وتشتم الباشا يروح امك. وحطيت لسانك جوه بوقك هقعدك على الكرسي جنب ابوك يا حبيبي.